اهلا وسهلا فيك. عم تسمعوني ورا منيح؟ اوكي عظيم. اهلا وسهلا فيكم. نحن حنبلش مشان ما نتاخر على كل البرنامج اللي حيصير. واذا في حدا عم يوصل عادي رواق، يعني في يكفي معنا من مطعم. نحن اول شيء اهلا وسهلا فيكم بالاطلاق الرسمي مثل ما قررنا نسميه اليوم لراس مسقا، مساحه فنيه، مساحة للفنانين. مشروع هو مشروع الإقامة الفنية لمدة شهر، بلشنا نهار الجمعة وصلنا على الضيعة مع 6 فنانين يلي اليوم حنتعرف عليهم، وحنبقى شهر ل 18 نيسان نحن موجودين هون بالضيعة. الفنانين نازلين بأوتيل فيلا ناديا وعم يشتغلوا اوريدي، بلشوا صراحة. امبارح كان في عنا نهار طويل برمنا فيه بكل الضيعة، بلشوا يتعرفوا فيه على الاماكن الموجوده بالضيعه. ما رح طول عليكم لانه في كذا كلمه حيقطعوا قبل، فبس رح اقول لكم انه حنبلش اول شيء مع استاذ جورج القاري رئيس البلديه، بكلمه مع استاذ جورج القاري، بعدين اماندا بخليل مديره مؤسسه تاب، منصه مؤقته للفن، رح يكون عندها كلمه، بعدين في الكل كلمات سريعين ما حدا يخاف. 3 كلمات للشركاء الاساسيه كمان اللي عم نشتغل معهم، ونحن كثير مبسوطين، يلي هن الجامعه اللبنانيه، جامعه اليسوعيه، وجامعه ال ايو. من وراهم رح يكون في كلمه لكل الفنانين، يعني 6 فنانين رح تكون هيدي فرصه ل يقدموا نفسهم للضيعه وانتم تتعرفوا عليهم، يحكوا شوي على السريع عن شو بيشتغلوا وهيك بتعرفوا عليهم شخصيا. ورا هذا الحفل الاطلاق رح يكون عندنا اول فيلم يلي هو كلنا الاحد رح يكون في افلام، فاليوم في اول فيلم رح مبدئيا رح نجرب نبلش مثل ما متفقين على الساعه 7. للي كان عم يسال فيلم مدته ساعه ونص، فاهلا وسهلا بكل اللي عم بدهم يبقوا معنا يحضروا الفيلم. وبس هيك لحمسكم، الفيلم هو عن تجربه صارت ب